سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحوال طيبه يا ربي. اليوم البنات جيت نشارك معكم كيك بالتفاح، خليكم مع الفيديو. في المقادير كنحتاجو جوج بيضات بحراره المطبخ، نصف كاس زيت ما يعادل 9 ملاعق، نصف كاس حليب ما يعادل 9 ملاعق، كاس مع مرش ديال سنيده، ويمكن لكم تزيدوا وتنقصوا السكر كيبقى اختياري. كاس وربع دقيق، هنا البنات انا درت الدقيق ديال الشوفان، يمكن لكم نتوما ديروا الدقيق ديال الحلويات. فاني، خماره ونص ما يعادل 10 غرام، ملح، مبشور الحامض، وتفاح مقطع للتزيين. وهنا البنات البول ديال العجانه كناخذوا جوج بيضات، فاني، السكر. من بعد البنات كنديرهم في العجانه حتى كيبيض لينا الخليط. من بعد كنضيفوا الحليب، الزيت، الملح، ومبشور الحامض. من بعد ما كيتجانس لينا الخليط كنضيفو نص كميه ديال الدقيق مع الخماره وكنطربوهم. من بعد كنضيفو الدقيق المتبقي. من بعد ما تجانس لينا الخليط كيكون هذا هو الشكل ديالو، كنكبوه في المول اللي غادي ندخلوه الفران وكنستفو عليه التفاح كما في الفيديو. من بعد كندخلوا الكيك ديالنا الفرن على درجة 180 من الأسفل حتى يطيب، وكنشعلوا عليه من الأعلى. من بعد ما خرجنا الكيك ديالنا من الفران كيكون هذا هو الشكل ديالو. كناخدو المربى باش كندهنوا الكيك محطو باقي سخون. وهنا البنات انا قطعت معكم طريف باش تشوفوا كيفاش جا. صراحه البنات كيجي زوين بالدقيق ديال الشوفان، كنتمنى البنات تجربوه ويعجبكم. وهنا البنات غادي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، ما تنساوناش من الاعجاب الزوينه ديالكم. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم ونكونوا خفاف على قلوبكم. شكرا على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد.